بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس شي جين بينغ، سكرتير عام الحزب الشيوعي الصيني، رئيس جمهورية الصين الشعبية، إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أتوجه لكم ومن خلالكم إلى الشعب الصيني الصديق بكل التهاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ذلك الصرح السياسي العظيم الذي قاد الصين بنجاح فأمن له الاستقلال التام وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة عام 1949، ثم قادها وما يزال إلى يومنا هذا بسياسة حكيمة استطاعت أن تحقق المعجزة الاقتصادية الصينية التي دفعت بالصين إلى مصاف الدول الكبرى كقوة دولية تعكس عظمة الحضارة الصينية وتستلهم من تاريخها قوة دافعة للحداثة، حيث أصبحت التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى كثيرون إلى دراستها والاستفادة منها، كما نجح الحزب تحت قيادتكم في تحقيق إنجازات مهمة نهنئكم وشعبكم على بلوغها، وفي مقدمتها إقامة مجتمع الحياة الحديثة المتطورة مما يعكس صدق القيادة وإصرار وعزيمة شعب الصين. فخامة الرئيس، لقد تعهدت وفخامتكم خلال لقاءاتنا المتكررة على دفع العلاقات بين بلدينا الصديقين، واليوم نسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق أرحب. وقد أثبتت أزمة جائحة كورونا أن التعاون فيما بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام على مختلف المستويات هي عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع الدولي، ويتعين بذل كافة الجهود من أجل العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ودعم الإمكانات الوطنية في مواجهة التحديات الدولية. وأشيد هنا بالدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار الجائحة. فخامة الرئيس، لعلها تكون المفارقة التاريخية هي التي جعلت أول مؤتمر وطني للحزب الشيوعي الصيني عام 1921 يتوافق مع 23 من شهر يوليو، هو تاريخ عزيز على الشعب المصري أيضا، لأنه في نفس هذا التاريخ قامت الثورة المصرية المجيدة في عام 1952، والتي وضعت أسس توجه الدولة المصرية الحديثة والقضاء على الاستعمار في مصر، ودعمت كافة حركات التحرر في القارة الإفريقية. فكانت مصر أول دولة عربية وإفريقية وشرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وإنجازات الحزب الشيوعي الصيني، وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها. وفي 30 من شهر مايو هذا العام يكون قد مضى 65 عاماً من العلاقات بين بلدينا. وختاماً، فإنني أتقدم مجدداً إلى فخامتكم والحزب الشيوعي والشعب الصيني الصديق بكامل تهنئتي وتهنئة الشعب المصري لكم جميعاً بهذه المناسبة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلدينا وشعبينا الصديقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا كلمة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق العلاقات ما بين مصر والصين، وامتلاك البلدين لحضارتين أثرتا في الإنسانية، وأيضا ثمن الجهود التي يقوم بها الحزب في الصين وما وصل إليه الصين من قوة اقتصادية وسياسية في العالم بأكمله. وبالتأكيد أوضح في هذه الكلمة أن مصر كانت من أول الدول العربية والإفريقية التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، حيث مضى أكثر من 65 عام على العلاقات المصرية الصينية. وتحليل أكثر لهذه الذكرى وما جاء في هذه الكلمة، بينضم إليه سعادة السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر لدى الصين السابق. تحياتي لك سعادة السفير في البداية. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. وهذه الذكرى لبلد كبير في الاقتصاد والسياسه وفي كل المجالات الصين، كيف تقرا او تحتفل مع الصين بهذه المناسبه؟ الحقيقه لفته كريمه جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يلقي بيان بهذه المناسبه، وده انعكس شيء وهو إجراء عادة بيبقى غير تقليدي، إنما بيعكس مدى عمق هذه العلاقات وهذه الصداقة التي تربط مصر بالصين، وخاصة ما طرأ عليها من تغيير نوعي وتطوير نوعي منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر في عام 2014. وكانت الصين أولى الدول اللي قام بزيارتها في نهاية 2014، وشهدت زيارة الرئيس الصيني لمصر في مطلع 2016 إبرام أو إعلان إصدار إعلان خاص بشراكة أو ارتقاء العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وإحنا شايفين دلوقتي الحقيقة عدد كبير من الشركات الصينية اللي بتنفذ مشروعات مشتركة عديدة في مصر، وده بيسهم في دفع عجلة التنمية في مصر والإسراع بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى. وأيضا السوق الصينية انفتحت أمام الصادرات المصرية اللي شهدت، رغم أنه التبادل التجاري بيشهد مازال، وطبعا ده مع معظم دول العالم مش بس مع مصر، يعني عاجز في صالح الصين اللي غزت الاسواق العالميه كلها حتى بما فيها الاسواق الغربيه. تمام. انما ما فيش شك انه صادراتنا بتنفذ بشكل اكبر للسوق الصينيه النهارده. تمام. التعاطي مع الصين، الاهتمام الاكبر في الصين الاقتصاد والجانب الاقتصادي والصناعه، ولكن الحديث عن الصين كقوه سياسيه وراغبه في التعامل مع قضايا الشرق الاوسط، كيف تقرا الدور الصيني على اعتبارها واحدة من الدول المؤثرة بشكل أو بآخر في القرار الدولي؟ نحن بنتكلم على قوة دولية صاعدة، وقريبا تتبوى مركز الاقتصاد الأول في العالم. النهاردة هي القوة التجارية الأولى في العالم، وعندها اختراقات في مجالات عديدة في الأونة الأخيرة، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، واختراق حتى مجال الفضاء واستخدامات الفضاء. وبالتالي هي دولة صاعدة وبتمثل هاجس للعالم الغربي والولايات المتحدة بصفة خاصة، لأنها بتجد أنها هتتبوأ مركز الصدارة على المسرح الدولي في الفترة القادمة، وده بيمثل يعني منافسة شديدة للولايات المتحدة والدول الغربية. خليني بس أرجع لموضوع الحزب الشيوعي والاحتفال بمئويته. أنا عايز بس أكد على حاجة، إنه إحنا بنشير الحزب إن هو الحزب مسماه الرسمي الحزب الشيوعي الصيني، إلا إنه كان عنده قدرة على امتداد المئة عام منذ إنشائه على إنه يطور نفسه من داخله، وخاصة زعاماته لعبت دور مهم جدا، وخصوصا دينج شياوبينج في نهاية السبعينات، لأنه أدخل من الإصلاحات الاقتصادية على الاقتصاد الصيني وعلى الصين ما جعلها النهاردة تصل إلى هذه الاختراقات في المجال الاقتصادي
والمجال التقني والعلمي. يعني هل التطور كان في طريقة الإدارة للحزب أم كان تطور أيديولوجي؟ لا، طريقة الإدارة للحزب مع عدم استبعاد الاعتبار الأيديولوجي، إنما القدرة على الموائمة وإعادة الموائمة والمراجعة المستمرة. وإحنا نقدر نتكلم على دولة من أكبر الدول فيها عدد من المليارديرات، عدد من المليونيرات، بنتكلم على مؤسسات لم تكن مدرجة ضمن أكبر 500 أو 1000 مؤسسة اقتصادية على مستوى العالم. النهاردة عشرات ربما مئات المؤسسات الصينية أصبحت مدرجة في هذه القائمة. اللي حصل ده يعني درس اداه الحزب الشيوعي للعالم كله، ازاي يقدر يطور من نفسه ويتواءم مع المتغيرات الإقليمية والدولية بنظرة ثاقبة. وطبعا القيادات بتاعته لعبت دور كبير جدا. أنا كنت بشير من شوية لدينج شاوبينج في نهاية السبعينات، إنما الرئيس الحالي أيضا عنده طاقة طموح قاعدة بتدفع في الصين لأنها تتبوأ سريعا مركز الصدارة، مش بس على المستوى الاقتصادي إنما في العديد من المجالات الأخرى. القدرة أصلا يعني كان أقرب الأمثلة هي القدرة على احتواء فيروس كورونا، يعني هي كانت المصدر ولكنها كانت من أول الدول اللي استطاعت السيطرة بالكامل على هذا الفيروس. ده مش بس كده يا فندم، إنما إعادة عجلة الاقتصاد بالدوران بشكل أسرع. ما زالت اقتصاديات الدول الغربية بتعاني حتى تتمكن من العودة للإسمدادات لنشاطها الطبيعي. والنهارده هي بتقدم او قدمت وما زالت بتقدم مساعدات طبيه لعدد كبير من دول العالم، يتجاوز 100 دوله، او للاسف يتجاوز ال 200 دوله ومنطقه في العالم، تقريبا مغطيه كل العالم بمساعداتها الطبيه. ودينا شايفين في حاله مصر، وهي ليست الحاله الفريده، انه ينقل التكنولوجيا ويوطنوا هذه الصناعه، صناعه تصنيع لقاحات في مصانعنا بالشكل اللي يلبي احتياجات السوق المصريه، انما ايضا يلبي احتياجات السوق الافريقيه العريضه. فالحقيقه يعني الصين مش بس المره دي انما في كل مره. يعني اتذكر برضه في عام 2002 2003 كان في مرض السارس او انفلونزا الطيور، وازاي سارعت بالتدخل بشكل حازم وبكل حسمه، لدرجه انها انشات مستشفى في 10 ايام في ذلك الوقت، بحيث انها تحاصر المرض ولا تسمح له ان هو ينتشر مش بس داخل الصين، انما حتى من الصين الى خارج الصين. فالحقيقه هم عندهم من الطاقات الاداريه والتنظيميه وبتسندها القوى الامنيه في فرض الانضباط بالشكل اللي بيجعلهم اكثر سيطره بالمقارنه بكثير من دول العالم. هل الفكره الخاضع لها الجميع للتعامل داخل الصين كفكر يعني شيوعي بشكل او باخر، هو ان الدوله او تحسين صوره الدوله وانه الجميع بيعمل من اجل الدوله، هل هذا واضح في التعامل حتى مع الافراد العاديين في المجالات المختلفه في الصين؟ كويس قوي انك انت اثرتي الموضوع دوت، لان هو بيتصل ايضا بالحملات المستمره للدول الغربيه اللي بتستهدف الصين وبتسعى لاثاره البلبله داخل الصين. شوف احنا بنتكلم على دوله مساحتها 10 امثال مساحه مصر، يعني فوق ال 10 مليون متر كيلومتر مربع. بنتكلم على دوله حدودها مفتوحه مع اكثر من 10 دول مجاوره. بنتكلم على مليار و400 مليون نسمه، يعني تقريبا خمس سكان العالم. وبالتالي يعني سياساتهم لا يمكن تكون ذات السياسات اللي متبعة في المجتمعات اللي بيقال عنها إنها مجتمعات ديمقراطية أو مجتمعات غربية. إنما خليني أكد لسعادتك على حاجة، مظاهر الشيوعية اللي كانت سائدة حتى منتصف الثمانينات، لدرجة إن المواطن الصيني كان بيمشي بيونيفورم تمام، يرتدي ملابس موحدة، انتفت تماما. النهاردة
المجتمع الصيني بيعيش حالة من الصحوة، وفي إطارها تحققت الكثير من متطلباته ومتطلباته في العيش الكريم، سواء بالنسبة للتعليم أو الخدمات الصحية، العدالة الاجتماعية موجودة، عدم تهميش إقليم لحساب أقاليم أخرى، الاهتمام بكل الأقاليم وامتداد التنمية الشاملة إليها. أنا بقول لحضرتك من شوية أنه من أكثر الدول اللي فيها عدد مليارديرات ومليونيرات في مظاهر للثراء في الصين، إنما مش سيبك من مظاهر الثراء، مش ده المهم، بقدر ما أنه الطبقة الوسطى في الصين اللي ما كانتش موجودة في الثمانينات أصبحت النهاردة هي عماد الاقتصاد في الصين. والنهاردة يعني نستطيع أن نتكلم عن شيوعية مختلفة عن الفكرة اللي كانت سائدة في الستينات والسبعينات، سواء في أي من الدول اللي اعتنقت هذا الفكر، يعني تم تجديده مع الزمن لأنه لم يعد لائقا على قرن جديد. شيوعية من حيث المسمى، لأنه طبعا الكل معتز بمسمى الحزب الشيوعي الصيني اللي بنحتفل بيحتفلوا وبنحتفل معاهم بمئويته هذه الأيام اعتبار من اليوم، إنما هي مزيج من مظاهر الرأسمالية والاشتراكية وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن الصيني ورفع متوسط دخل الفرد الصيني. عشان كده في هناك إحساس وشعور عام بالرضا لكل ما حدث. قارني ما بين الوضع في الصين النهارده وما بدأ يتجلى في مصر النهارده مع هذه الطفرة اللي حققناها والنهضة اللي احنا شايفينها، وإزاي انعكس دوت على الشعور العام للمواطن المصري. أشكرك شكر جزيل سعادة السفير علي الحفني سفير مصر السابق لدى الصين. بينضم إلي الأستاذ الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية. دكتور أشرف تحياتي ليك في البداية. أهلا بك. التجربة الصينية بشكل عام على المستوى السياسي والاقتصادي هي تجربة تستحق الوقوف أمامها والدراسة. لن نستطيع أن نقيمها في مداخلة هاتفية، ولكن الخطوط العريضة اللي بترى أنها تميز هذه التجربة الثرية بشكل عام. الصين من 1990 وهي بتحقق نمو متزايد وانطلاقة كبيرة في المال الناتج القومي الصيني، وبجانب ايضا ان نفقاتها الدفاعيه بتزيد وتصل الان الى حوالي 400 مليار دولار. يعني دوله بقى لها مكانه في وقت قصير في النظام الدولي، واصبحت الولايات المتحده الامريكيه ترى في ان الصين هو المتحدي الاكبر لهيمنتها في العالم، وإدارة السياسات الدولية أصبحت الآن مختلفة مع الصعود الصيني الذي نجحت الصين في أن تعمل دمج مهم بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي أو الأكثر تطرفا الشيوعي، كي تبني دولة قوية بحزب شيوعي. تحتفل الصين اليوم بمرور 100 عام على إنشاء الحزب الشيوعي الصيني. هل بتتفق مع الفكرة التي طرحت بأنه ما يتم داخل الصين هو إذا جاز لنا القول هو شيوعية معدلة أو تعامل اشتراكي يتلائم مع قرن 21 مختلف بشكل كامل، قامت بالتعديل مع الحفاظ على الأساسيات لهذه الفكرة؟ أتفق مع هذه الفكرة باعتبار أن الصين قرأت نموذج الاتحاد السوفيتي مبكرا وأدركت العيوب ولماذا سقط الاتحاد السوفيتي، فأتمت بكل هذه العيوب وحاولت إصلاحها وبدأت حقيقة مبكرا. طبعا كان إضافة طبعا هونغ كونغ إلى الوطن الأم من السيادة البريطانية، وتحدي هونغ كونغ للصين باعتبار انها تقبلها اقتصاديا اقتصاد الرأسمالي منفتح، ولكن ما زالت الصين بتؤكد على ان تكون سياده الدوله ورؤيتها وقوه الحزب الشيوعي المهيمن على اليه السياسه في الصين يظل هو الاساس، باعتبار انه انعكاسا لوحده ايديولوجيه متماسكه ومترابطه
طبعا حكماء الصين مثل كونفوشيو طبعا اكدوا هذا في طبيعه الثقافه الصينيه حينما تتعامل الصين مع الداخل او الخارج. وبالتالي اتفق على ان الصين غيرت كثيرا من ادواتها، وكما هو معلوم هناك مثل صيني مشهور يعني لا يهمني لون القط اذا كان اسودا او ابيضا، المهم قدرته على اكل الفئران. فبالتالي المهم ان تكون هناك سياسه ناجحه وعمليه تحقق اهداف الدوله الصينيه. هل بتعتقد انه الصين في طريقها للتعاطي سياسيا بشكل اكثر مرونه او تواجد على الساحه، لانه كانت بتركز اقتصاديا في المقام الاول مع التعامل بشكل بسيط مع القضايا السياسيه المطروحه في العالم؟ هل بتعتقد انه الصين بترغب في ان يكون لها دور سياسي اكبر على الارض في القضايا بشكل عام ومنطقه الشرق الاوسط بشكل خاص؟ هو اتفق مع حضرتك على ان الصين تحاول ان تجد قدما في قلب السياسات الدوليه. هل الصين في الخمس سنوات الاخيره تسرعت في بعض القرارات في مناطق متعدده من العالم ظهر فيها انها يعني جريدي او انها تسعى الى امتلاك الموارد دون للدول دون تخزين حقيقي دعم حقيقي لبناء التنمية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية؟ في بعض الملاحظات والانتقادات على السياسة الصينية الاقتصادية العالمية وخصوصا في التعامل مع طبيعة المنح التي تقدمها إلى الدول أو طبيعة المناطق الاستثمارية التي تتواجد فيها، يظهر جليا أن الصين تطبق بعض السياسات التي قد تثير كثير من التوتر والقلق للدول المستقبلة للاستثمارات الصينية. تمام. بجانب أنها في السياسات الدولية ربما هي غير مستعدة على تحدي الهيمنة الأمريكية الأوروبية أو الحلف الأطلنطي، وبالتالي أنا أرى أن الصين في السنوات القادمة ستحافظ على وضعها الدولي النامي مع عدم الاحتكاك مباشرة بأعضاء حلف الأطلنطي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ليس الوقت المناسب لهيمنة صينية على العالم بشكل كبير. أشكرك على التواجد دكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية. هي عوامل مهمة لضمان بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الحاكم في الصين من ميدان تيانمان بوسط العاصمة. تحتفل الصين بمرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الحاكم، وذلك من خلال عرض عسكري في ميدان تيانانامين بوسط العاصمة. مظاهر الاحتفال بدأت بعرض عسكري شاركت فيه طائرات حربية ومقاتلات رسمت تشكيلا للرقم 100، وسط هتافات حماسية للحشود التي خرجت للمشاركة في الاحتفال بما فيهم الرئيس شي جين بينغ. وفي كلمته في تلك المناسبة قال شي إن الصين حققت هدفها المئوي المتمثل في بناء مجتمع يتمتع برفاهية معتدلة في ظل الفكرة الشاملة للحزب التي ترتكز على تجديد شباب الأمة. وقال شي الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي تسيطر على القوات المسلحة في البلاد إن الصين ستعمل على تعزيز جيشها لحماية سيادتها وأمنها وتنميتها وصعودها إلى مستوى المعايير العالمية. وكما نبذل جهود حثيثة للتعلم من الماضي لبناء مستقبل مشرق، يجب أن نسرع في تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة، فالدولة القوية يجب أن يكون لديها جيش قوي، وبذلك فقط تستطيع ضمان أمن شعبها. وتتواصل نجاحات الصين وسط تعافيها السريع من جائحة كوفيد-19، وذلك على الرغم من الانتقادات التي توجه إليها بسبب موقفها في هونغ كونغ وشينجيانغ. وقام الحزب الشيوعي الصيني الذي وصل إلى السلطة في عام 1949 تحت قيادة ماو في البداية بتجنيد الفلاحين والعمال، لكنه تطور وبدأ العمل على بناء الأسواق ودخول مجال ريادات الأعمال على أساس الاشتراكية بخصائص صينية، مع الاحتفاظ بنموذج لينين للحكم الشمولي.
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة وجهها بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو على أن هذه الثورة تمثل نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية. إن ثورة 30 من يونيو مثلت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيما غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات، والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطني. ولا يخفى عليكم أن الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية. وأكد الرئيس خلال كلمته على أن الدولة تسابق الزمن لأجل تحقيق الكثير من التطلعات التي طال انتظارها. وفي هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا أؤكد لكم أننا نسابق الزمن من أجل تحقيق تلك التطلعات التي طال انتظارها، إذ قمنا على مدار الأعوام الماضية بإطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القومية في كافة المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بكافة فئاتهم، وعلى امتداد رقعة الدولة. وأؤكد لكم أن مصر قد وجدت طريقها إلى التنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم. واعتبرت ثورة 30 من يونيو رمزا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش في استعادة أمجاده وكرامته الإنسانية، وسطرت الدولة نجاحات في مواجهة التحديات المرعبة اقتصاديا وسياسيا وعلى كل الجبهات. حي الأسمرات واحد من أضخم المشروعات القومية للقضاء على العشوائيات، وهو من ثمار ثورة 30 من يونيو، ونجحت الدولة في تحقيق نقلة نوعية للمواطنين التي كانت حياتهم مهددة بالخطر. ده عبارة عن 3 مراحل، مرحلة أولى وثانية وثالثة. المرحلة الأولى تم تسكينها بالكامل، والثانية والثالثة بإجمالي عدد وحدات 18,000 وحدة سكنية. الحمد لله احنا أشرفنا على الانتهاء، بقينا بس حوالي 170 وحدة سكنية. ومن حي الأسمرات إلى بحيرة عين الصيرة، منطقة تحولت إلى مدينة ترفيهية وسياحية من الدرجة الأولى بعد أن كانت مغطاة بالعشش والأماكن العشوائية.
هنا المنطقة هتبقى مش منطقة جذب للسياحة الداخلية بس، لا ده هتبقى منطقة جذب للسياحة العالمية نظرا لأهمية المكان وموقع المكان. حضرتك انت شايف انت قاعد هنا قاعدين هنا في البحيرة او قاعدين في الموقع اللي احنا عاملينه، على شمالنا هنا المتحف القومي للحضارات اللي اتعمل فيه احتفالية نقل المومياوات، وعند امامي هنا قلعة صلاح الدين ومسجد محمد علي. يعني مكان استراتيجي، ما هواش يعني من احسن الاماكن اللي موجودة في جمهورية مصر العربية. ليس فقط هذان المشروعان، بل هناك العديد من المشروعات القومية الأخرى التي كانت محط أنظار القيادة السياسية ليعيش المواطن المصري في حياة تليق به. نجحت الدولة في تحويل هذه المنطقة من منطقة عشوائية إلى منطقة ترفيهية سياحية، تقدم في نفس الوقت خدمات اللوجستية لجميع السائحين وفي زمن قياسي. من منطقة عين السيرة، محمد الخطيب، النيل. وعبر الهاتف دكتور أحمد سيد أحمد، خبير علاقات دولية بالأهرام. دكتور أحمد، تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بك أستاذة شيرين. أهلا بك. كيف تقيم 8 سنوات من تعاطي الدول المختلفة مع مصر بعد مرور كل هذه السنوات؟ يعني في الواقع عندما نقارن بين عام 2021 وبين عام 2013-2014 نجد التحول الكبير في العلاقات مصر الخارجية. حقيقة يعني شهدت طفرة حقيقية في مجالات متعددة قامت على 3 أمور. أول هو تنوع وتعدد دوائر السياسة الخارجية المصرية، يعني علاقات مصر كانت مركزة في دائرة واحدة فقط أو دائرتين كما كان تقليديا في الدائرة الأمريكية والدائرة الأوروبية، بل وجدنا مصر اكتشافت في علاقاتها مع كافة دوائر العالم في أمريكا اللاتينية، في آسيا، في أفريقيا، في كل المناطق. الأمر الثاني أن مصر قامت ببناء شراكات وتحالفات مع كافة الدول الحقيقية وخاصة الدول الكبرى في المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي والمستوى الأمني والعسكري. ثم الأمر الثالث أن السياسة الخارجية المصرية قامت على فكرة تعظيم المصلحة المصرية وتعظيم وخدمة التنمية في الداخل، بمعنى أن السياسة الخارجية المصرية وعلاقات مصر القوية مع كافة دول العالم وعلاقات الرئيس السيسي الحقيقية الممتازة مع كافة وسائل العالم تم توظيفها لخدمة التنمية في الداخل لفتح آفاق أمام الاقتصاد المصري وتعظيم المصلحة المصرية، وبالطبع في القلب منها تحسين حياة المواطن المصري، وكل هذا له ثمار ومردودات عليه في نهاية المطاف. لذلك تحركت مصر شرقا وغربا تقوم الشراكات والتحالفات تقوم على تعظيم المصالح، فتح الفرص والأفاق أمام الاقتصاد المصري. هناك بالتوازي التنمية في الداخل والمشروعات القومية في محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها كانت جزء من السياسة الخارجية المصرية في تعظيم وفتح وتعريف العالم بهذه المشروعات وجذب الاستثمارات. كل هذه حقيقة أعطى السياسة الخارجية المصرية دورا وزخما كبيرا في على المستوى السيناي أو حتى على المستويات الأخرى، وبالطبع هو تعظيم دور مصر الإقليمي، دورها في كلمة السلم والأمن الدوليين في قضايا المنطقة وغيرها من القضايا. أشكرك على التواجد معي دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، شكرا لك. وبهذه المناسبة كانت قد أقيمت احتفالية فنية احتفاء بالذكرى 8 لثورة 30 يونيو، شارك فيها سياسيون وفنانون وشخصيات عامة في قصر البارون بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة. ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من أخطار التقسيم وأقامت دولة التنمية الشاملة، كلمات أكدت عليها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أثناء الاحتفالية التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بقصر البارون بمناسبة الاحتفال بالذكرى 8 للثورة. يسعدني اليوم أن أشارككم في هذا الحفل بذكرى مرور 8 أعوام على قيام ثورة 30 يونيو، تلك الثورة الخالدة التي تعتبر نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث استطاعت الدولة المصرية بكل قطاعاتها إعادة إنتاج مفهوم الدولة التنموية. الاحتفالية حضرها وزراء، فنانون، برلمانيون، شخصيات عامة، والتي أكد بعض الفنانين فيها على أن الثورة المجيدة صححت مسار الدولة المصرية وحققت إرادة الشعب لتكون طوق النجاة للوطن من فترة عصيبة مرت بها مصر. النهاردة بوجودنا وإحنا بنحتفل بثورة 30 يونيو كل السعادة ليا والفخر كمصري وكفنان. ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعبها ويحفظ جيشها ويحفظ
شرطتها ويحفظ رئيسها والقيادة السياسية بتاعتها يا رب إن شاء الله. الحمد لله ب30/6 رجع المسار الطبيعي، كل مصري وكل حد بيحب مصر يتمنى أن نشوف مصر في المكان وفي المكانة دي وفي الطريق الصحيح ده. 8 أعوام مضت على ثورة يونيو المجيدة، وفي ذكرها 8 يقف المصريون أمام إنجازات عدة شهدها الوطن خلال تلك الفترة، وهو الأمر الذي يبعث برسالة أن الثورة نجحت في تلبية طموحات وأمال أغلب المصريين. بحب أحيي مصر وأبارك لهم هذه الإنجازات، وأنا أذكر بالذات الإنجازات تحققت للأسرة المصرية. مصر هي بلدنا، ولازم كل واحد فينا يشعر بأنه في مصر ومن مصر والمصر، يعني دايما كلنا من أجل مصر لازم، وكلنا برضو عايشين في مصر ودي هي بلدنا. النهاردة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، أنتجنا سياسة بمفهوم جديد، أنتجنا جيل شباب بمفهوم جديد، جيل واعي، جيل قادر أنه يحدد مستقبله كويس جدا. وتستمر الثورة في البناء والتنمية على كافة المستويات بدعم من الشعب المصري بكل طوائفه. أسماء حسن، النيل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، كما قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باقتحام باحات الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 122 مستوطنا قد اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. من جانبه دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عقب لقائه في العاصمة عمان الرئيس الفلسطيني عباس إسرائيل لوقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. في قصر الحسينية بعمان استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مراسم استقبال رسمية البلاط الملكي الأردني. قال في بيان إن الملك عبد الله جدد تأكيد على موقف الأردن الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وقيام دولتهم المستقلة. الملك عبدالله دعا إسرائيل إلى وقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة لهدنة ممتدة بعد وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين حماس وإسرائيل في مايو الماضي. ووفقا للبيان شدد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة. أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين لميليشيا الحوثي في جبهة صرواح غرب مأرب. وكانت قوات الجيش اليمني قد أسقطت بالأمس طائرة حوثية مسيرة في المنطقة ذاتها، واتهم الجيش اليمني جماعة الحوثي بمواصلة إرسال الطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية في مأرب، ما أدى لمقتل المدنيين المئات منهم من بينهم نساء وأطفال. حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب لقائه بنظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في برلين المجتمع الدولي على زيادة مشاركته في اليمن لتجنب تدهور الأوضاع الإنسانية. نحن قلقون للغاية من أن الآخرين يتهربون من مسؤولياتهم الإنسانية ويقدمون تمويلا أقل مما كان متوقع. خطة مساعدات الأمم المتحدة لا يتم تغطيتها حاليا إلا بحوالي 43%، وتمويل معظم برامج مساعدات الأمم المتحدة بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي مؤمن فقط حتى نهاية أغسطس. مع تواصل العدوان الميداني الذي تشنه ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، تتفاقم بالتوازي المعاناة الإنسانية لليمنيين ولا سيما النازحين منهم في محافظة مأرب التي تستهدفها الميليشيا بشكل مكثف.
حياة أكثر من 1,200,000 يمني في مخيمات النازحين باتت مهددة بالمخاطر الكارثية لميليشيا الحوثي في محافظة مأرب جراء استهدافها المتواصل للأحياء السكنية ومخيمات النزوح بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. نزحنا احنا نقريب الخط جزعة بلتنا كل شيء بزانا لجهارنا ونمشي رجل الخط والرصاص لجنبنا يضرب حالة صعبة احنا. وهو ما دفع المسؤولين في المحافظة إلى مناشدة المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للمخيمات التي أصبحت مكتظة. تم إحراق الخيام، إحراق الشبكيات بالقذائف والقصف المدفعي، تم ترويع الأطفال وصدمات نفسية موجودة لدى النساء لدى الأطفال. المخيم تنقصها إمكانيات والحاجات الأساسية من مواد غذائية، من المياه والإصحاح البيئي، الإيواء والمأوى. ويشكل النازحون في المخيمات المقامة بمحافظة مأرب نحو 60% من إجمالي النازحين في اليمن ونحو 7.5% من إجمالي عدد السكان. وفي 6 يونيو الماضي دعت الأمم المتحدة أطراف النزاع اليمنية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى المحتاجين في البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا منذ 7 أعوام. ووفقا للأمم المتحدة فإن نحو 80% من السكان اليمنيين في حاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية، وهو ما يصنف البلاد على أنها تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. تعهد حلف الناتو بمواصلة العمل على تعزيز شراكته مع العراق وعدم السماح لتنظيم داعش الإرهابي بالعودة مجددا. وأكد سكرتير عام الحلف يان ستولنبرغ أن بعثة الناتو في العراق تعمل على دعم القوات الأمنية العراقية لمواجهة الإرهابي والحفاظ على استقراره. وأضاف ستولنبرغ أن مباحثات أجريت مع رئيس الوزراء العراقي القاسمي ووزير الدفاع والخارجية العراقيين تناولت سبل تطوير آليات التعاون بين الحكومة العراقية والحلف ومجمل أوضاع الشرق الأوسط. يستضيف اليوم الفاتيكان قمة يلتقي خلالها البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مع زعماء الطوائف المسيحية اللبنانية لبحث تداعيات الأزمة السياسية في البلاد والتي أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي ما ينذر بأزمة وشيكة. وأعرب البابا فرانسيس عن رغبته في زيارة لبنان في القريب العاجل، ولكن بعد أن تتوافق القيادات السياسية على تشكيل حكومة جديدة. ومن المقرر أن يلتقي بابا الفاتيكان مع ممثلي الطوائف المسيحية بمنتجع سانتا مارتا حيث كان يقيم القديس بيتر باسيليكا. قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قدرة بلاده الدفاعية تتجاوز العديد من بلدان العالم بما في ذلك الولايات المتحدة. يجب أن تنطلق من فهم أن العالم يتغير بسرعة مهما كانت العقوبات المفروضة على روسيا ومهما كانت التهديدات، فإن روسيا تتطور وسيادتها الاقتصادية تزداد، وقد وصلت قدرتها الدفاعية إلى مستوى مرتفع للغاية من نواح كثيرة. هي تتجاوز العديد من بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة. انتهى عهد القطب الواحد ولا حرب عالمية ثالثة. ها قد أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا إن الكرة الآن في ملعب الرئيس الأمريكي جو بايدن لتطبيع العلاقات مع روسيا. في حواره السنوي المباشر بنسخته 18 مع الشعب الروسي، أكد بوتين أن قدرة بلاده الدفاعية تتجاوز العديد من بلدان العالم بما في ذلك الولايات المتحدة. ثقة بوتين في قدرة بلاده العسكرية يستمدها من تعزيز حضورها يوما بعد الآخر في كل من البحر المتوسط والبحر الأسود بأغلب بلدانه. حضور ثابت عماده تأمين أسواق النفط والغاز والسلاح مع الاستفادة من تراجع الدور الأمريكي والانكفاء الأوروبي بما يعزز نفوذ روسيا وحضورها في المشهد الدولي عموما. منذ العام 2015 ينتشر على أرض سوريا أكثر من 4,000 جندي وضابط روسي بين قاعدة حميميم العسكرية ومرفأ طرطوس، حيث أصبح للروس أول قاعدة عسكرية كبيرة منذ عام 1972 على البحر المتوسط. ولتعزيز الهيبة نشرت موسكو حديثا قاذفات ذات قدرة نووية في سوريا. وفي جزيرة قبرص التي لا تبعد أكثر من 280 ميلا عن الساحل السوري
استخدمت موسكو بموافقة ناقوسية قواعد الجزيرة الجوية وموانئها للمقاتلات والبوارج الروسية منذ العام 2015 أيضا. كما تشكل خطوة بيع منظومة SS-400 الروسية لتركيا ضربا لأساس وجود حلف شمال الأطلسي. بوتين يستغل انشغال الولايات المتحدة بالتركيز على لجمة التمدد الصيني في تعزيز نفوذه في شرق المتوسط والبحر الأسود إلى البحر الأحمر والقارة السمراء. في قمة جنيف في 16 من يونيو الماضي بين الرئيسين الأمريكي والروسي، بدا وكأن بايدن حضر إلى القمة لإبلاغ بوتين رسالة مفادها: نحن الأمريكان ذاهبون للشرق الأقصى إلى المحيط الهادئ، لكن ممنوع عليكم الاقتراب من أوروبا الغربية والشرقية، وأي محاولة روسية في هذا الاتجاه سيتم مقابلتها برد عنيف وسريع. أما إفريقيا خاصة جنوب الصحراء فلكم الحرية في التصرف والتمدد، وأسيا الوسطى منطقة خاصة بكم وبتركيا، أديروها بالطريقة التي تعجبكم. تصريحات بوتين عن انتهاء عصر القطب الأوحد جاءت ردا على ما يبدو على طريقة تعامل بايدن معه في قمة جنيف بوصفه أي بوتين رئيسا لقوة إقليمية ليس أكثر، حتى أنه رفض أن يظهر معه في مؤتمر صحفي. بايدن يريد إقامة علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا ليتمكن من تركيز طاقته على الصين، في حين يفضل بوتين نوعا من المواجهة والصراع على العلاقة المستقرة مع الغرب، لأنه يلتمس الحصول على اعتراف بمكانة بلده كقوة عظمى. بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزيرة الدفاع الألمانية دعمهما المتواصل للمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية للشعب الأفغاني، وذلك بعد إتمام الانسحاب للقوات الأجنبية من البلاد. جاء ذلك خلال مباحثات الجانبين التي تناولت الشراكة ما بين واشنطن وبرلين، بما في ذلك التعاون الدفاعي على الصعيدان الثنائي من خلال الناتو. ورحب المسؤولان بالتقدم المحرز في قمة الناتو الأخيرة في تعزيز الوحدة عبر الأطلسي، بالإضافة لدعم ألمانيا لمهمة الحلف في أفغانستان. انتهت هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.